هبدأ بس بتعليماتك طبعا. هبدأ في بالوصفة. احنا عايزين نقول وصفتنا عبارة عن جنزبيل فريش وبرتقال فريش وليمون وانا موجودة دلوقتي كنت عاملهم بثلاثة بس، راحت خبيرة التغذية الجميلة اللي معايا النهاردة قالت لي ايه بقى استاذة شهيرة، قالت لي ممكن نضيف شوية كمون. فانا قلت لها قوي، فروحت ضايفه الكمون طبعا. ممكن نحطه كده وممكن نحطه حب. اللي يعجبكم. فاحنا ضفنا الكمون ومعانا المقادير الليمون والبرتقال. الميه هيبقى تقريبا على لتر ميه المقادير دي كلها. انا تقريبا هعمل ليمونتين مع برتقانيه كامله. ايوه. وهحط شرايح من الجنزبيل تقريبا يعني قد الصباع، يعني تقريبا مثلا نقول قد ايه، هوريكم دلوقتي كام شريحه. فحطهم قطع. الديتوكس احنا قلنا هنعمل الوصفه دي وهنقفلها وهنسيبها 24 ساعه. 24 لتاني ساعه يوم. صح. نبدا نشرب على مدار اليوم. كل ما نعطش نشرب ماء. بالظبط كده. صح. بتطرد السموم اللي في الجسم. اه طبعا. طيب انا هقول كده بسم الله وهن ايه نعملها، وحضرتك بقى قولي لنا وانا يعني ايه شغله كده. طبعا الجنزبيل يعني كلمينا بقى عن بصي بقى انت مختاره احسن حاجات بتساعد على حرق الدهون. ده معروفه جدا يعني. الليمون والبرتقال دول طبعا. الليمون احنا اصلا ساعات بنقول للناس طب كوبايه زبادي مع شويه ليمون يعني كده الليمون طبعا بيسيح الدهون تمام، وفيتامين سي. والبرتقال نفس القصه. ليه قلت لك كمون بقى؟ الكمون بقى قد ايه كمون بيساعد على الهضم. هنحط معلقه كاملة كبيرة. ايوه على لتر مية. لا ده على لتر مية. طيب انا هنصنص كده نص بس عشان احط برطمان صغير، لكن احنا المقادير دي هتتعمل على لتر مية. على لتر حاجة اقل من ده بشوية. بالظبط يعني على ده اقل منه بشوية، هيبقى لحد هنا كده ده اللتر خلاص. فاحنا وهحط بقى شرايح البرتقال. ولو في نعناع هيبقى لطيف. الله روان ما جابت لناش النهارده. معلش المره الجايه والله وصيتها يعني، اصل بقى تقريبا ناقص في شاح في السوق النعناع مش السيزون تقريبا. بصي بقى يا دكتور. أيوة وهنعمل كده حبيبتي. بسم الله. طيب معانا تليفون عبير من القاهره ولا مدينه نصر؟ من القاهره. اهلا وسهلا. السلام عليكم. الو. ايوه ازيك يا شيف؟ اهلا بيكي حبيبتي. ممكن اكلم الدكتوره؟ اه طبعا اتفضلي. ازيك يا دكتور عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ تمام الحمد لله. لو سمحتي يا دكتور انا بس كان عندي مشكله كده. بنتي عندها 18 سنه. تمام. وزنها حوالي 86 كيلو. البنت بتاكل يعني بكميه كبيره جدا، نفسها مفتوحه جدا على الاكل وبتحب السكريات. فمهما حاولت ان انا اقلل الاكل وكده مفيش نتيجه. يعني عندها شهيه عاليه. عندها شهيه عاليه. بعدين الحرق عندها ضعيف جدا يعني هي حتى عندها اي خلل في غده درقيه؟ عندها اي مشاكل؟ المفروض لا، بس انا ما عملتلهاش تحاليل يعني، بس هي ما عندهاش اي مشكله اصلا صحيه. تمام. بس فانا كنت عايزه حاجه تظبط وزنها وبرضه تبقى خفيفه عليها عشان هي برضه ما بتستحملش مثلا ادويه او كده، تبقى حاجة آمنة كده ليها وتجيب معانا نتيجة كويسة. طبعا. إن أنا جربت كذا حاجة ومفيش فايدة خالص. تمام، يعني جربت أدوية تخسيس وبرضه ما خستش. تمام. أوكي حاضر. من عينيا.